قصة مؤثرة بلسان قصة وحكمة. رجل أدغال، ما حكايته أو ما قصته؟ كل هذا تتعرفون عليه في هذا الفيديو. الإعجاب والاشتراك على القناة. آرائكم على الفيديو. استعدوا نبدأ. حكايات حفصة. مرحبا. يحكى أن رجلا كان يمشي في أدغال إفريقيا، حيث الطبيعة الخلابة وحيث تنبت الأشجار طويلة، نعم بحكم موقعها في خط الاستواء، وكان يتمتع بمنظر الأشجار وهي تحجب أشعة الشمس من شدة كثافتها، ويستمتع بتغريد العصافير ويستنشق عبير الأزهار التي تنتج منها الروائح الزكية. وبينما أصدقائي هو مستمتع بتلك المناظر، فجأة سمع صوت عدو سريع، وهذا الصوت في ازدياد واضح. فجأة التفت الرجل إلى الخلف، وإذا به يرى أسدا ضخم الرأس والجثة منطلق بسرعة خيالية نحوه. ومن شدة الجوع الذي ألم بالأسد انحصره ضامر بشكل واضح. أخذ الرجل يجري بسرعة والأسد وراءه، وعندما أخذ الأسد يقترب منه رأى الرجل بئرا أمامه، بئر قديم، فقفز الرجل قفزة قوية بدون تفكير في هذا البئر، فإذا هو في البئر وأمسك بالحبل البئر الذي يسحب به الماء، وأخذ الرجل يتمرجح داخل البئر، وعندما أخذ أنفاسه وهدأ روعه وسكن زئير الأسد به يسمع صوت زئير ثعبان ضخم الرأس عريض طويل بجوف البئر. وفيما هو يفكر بطريقة يتخلص منها من الأسد والثعبان، إذ بفأرين أسود والآخر أبيض يصعدان إلى أعلى الحبل، وبدأ يقرضان الحبل، وانهلع الرجل خوفا وأخذ الحبل بيده وأخذ يهز الحبل بيده بغاية أن يذهب الفأرين، وأخذ يزيد عملية الهز حتى أصبح يتمرجح يمينا وشمالا، شمالا ويمينا بداخل البئر، وأخذ يصطدم بجوانب البئر. وفيما هو يصطدم أحس بشيء رطب ولجز ضرب مرفقه، وإذا بذلك الشيء عسل النحل. كما تعرفون أصدقائي أن عسل النحل تبني بيوتها في الجبال وعلى الأشجار وكذلك في الكهوف. فقام الرجل بتذوق منه فأخذ لعقة كانت لذيذة، وكرر ذلك، ومن شدة حلاوة العسل نسي الموقف الذي هو فيه. نعم، نسي أن في الأعلى أسد وفي الأسفل ثعبان وفي الحبل فأرين، نسي كل هذا بشدة حلاوة العسل.
وفجأة استيقظ الرجل من النوم، فقد كان حلما أصدقائي، كان حلما مزعجا لهم. هنا لما استيقظ قرر الرجل أن يذهب إلى شيخ أو إلى عالم يفسر له هذا الحلم. عندما وصل عند الشيخ أخبره بالحلم. هنا ضحك عليه الشيخ وقال له: ألم تعرف تفسيره؟ فقال الرجل: لا، وما هو تفسيره يا شيخنا؟ قال له الشيخ: الأسد الذي يجري وراءك هو ملك الموت، والبئر الذي به ثعبان هو قبرك، والحبل الذي تتعلق به هو عمرك، والفأرين الأبيض والأسود هما الليل والنهار يقصون من عمرك. قال الرجل للشيخ: والعسل يا شيخنا؟ قال الشيخ: العسل هي الدنيا من حلاوتها أنستك أن وراءك موت وحساب. إلى هنا أصدقاؤنا تنتهي قصتنا. شكرا على حسن إصغاء. أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. مرحبا بآرائكم وإعجابكم بالفيديو، المرجو الاشتراك في القناة. شكرا على التشجيع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى قصة جديدة إن شاء الله.